تصور المناسبة اللي راح تحضر فيها فشلون نعرف يعني لا يوجد حرية الدين هذا صحيح في عراقنا إن شاء الله سوف أيضا يكون يوما ما حرية الدين لأن الرب خلقنا أحرار ولكل واحد له حرية ضميره وحرية دينه ولو ولكل واحد دينه عزيز عليه أما بالنسبة تذكر السيد طارق عزيز الذي عمل كثيرا من أجل العراق وأنا أكيد بأنه يريد خير العراق حتى الآن علينا جميعا ما فقط له لكافة أولئك الذين ألقي القبض عليهم من دون سبب من دون علة أن يطلق سراحهم وبأسرع وقت كلنا أهان الرب بعدم تكميل وصاياه وسيري بموجب أوامره فإذا الاضطهاد كاضطهاد ضد المسيحيين كلا ثم كلا أما أن يمس بعض القوانين تمس المسيحيين أكثر من إخوتهم الأخر هذا واقع في كل الدول لأن ما يقع على المسيحي يقع على أخيه المسلم وهو ذا نعيش معا منذ 14 جيل بأخوة ومحبة لأننا كلنا أبناء عائلة واحدة